this? Are you كاختصاص أطفال أكثر مشكلة واجهتني مع الأطفال اللي عم بيجونا سواء من المخيمات أو من الضمن الداخل السوري مشكلة السلس البولي الناجم عن الخوف من قصف الطيارة. المشفى أنشئ تقريبا بال 2012 بال 2013 تقريبا تعرضت المشفى لقصف بالرشاش والطيران فعملوا هي السواتر لحماية الكادر. قسم الإسعاف المريض اللي بيجي من الخارج أو من أي مخيم أو ضيعة قريبة للمشفى بيدخل على الإسعاف عندنا مباشرة بيكون في طبيب متواجد طبيب إسعاف على مدار 24 ساعة عدا الكادر التمريضي الكامل من ممرضات نساء مشان السيدات اللي بيجوا من التمريض ومن فني التخدير هدول بيكونوا جاهزين على مدار 24 ساعة لاستقبال أي حالة بتجي من الخارج. نحن حاليا امام قسم العمليات بمشفى اطباء السلامه التابع لمنظمه اطباء بلا حدود، هون عباره عن عمليات الجراحه العظميه والجراحه العامه بالتنفي. بعد فتره طويله من الشغل وخاصه انه ضغط 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 يعني خلال مثلا احيانا بسبب ضغط العمل خلال ثلاث ساعات متواصله يمكن واحد ما يلحق ياخذ نفس فيها، يعني انا اهم شيء عندي انه فنجان القهوه، يعني لازم اقعد وهيك اشرب فنجان القهوه شو من كان يكون ولو مده دقيقتين. قسم التصوير الشعاعي بالمشفى، طبعا قسم التصوير الشعاعي بيقدم كثير خدمات مهمه للمشفى. نحن المريض بيجي عندنا اذا كان بحاجه الى صوره صدريه او اذا كان اصابه حربيه في اصابه عنده باي مكان، القسم كثير عم بيقدم خدمات كثير كبيره ضمن المشفى انه نحن ما عم نضطر نبعث المريض لمكان اخر حتى يصور الصوره. المشفى مجهز باص يقوم بجوله على المخيمات تقريبا يوميا جولتين او ثلاثه الباص بيجي من المخيمات فحسب العدد الموجود ممكن 30 طفل ممكن 40 طفل مع امهاتهم. طبعا المشكله الكبرى اللي عم تعاني الامهات منها بالمخيمات سوء وتدني الاحوال المعيشيه، هن عم بيعيشوا بظروف كثير صعبه. الخيمه وضع جدا مأساوي خاصه بهالظروف المطر، يعني بيجوا الامهات طيان الاولاد طيان ما جاي الام عم تبكي انه دكتوره الولد ما عم بيطيب. كان صح لي عمل في المانيا ومثل ما بيقولوا هيك بس انا رفضت، انا رغبتي في سوريا، انا اولاد بلدي بحاجه لنا والنقص الشديد من الاطباء اللي صار طبيب اطفال، يعني انت بالاخير هدول اولاد اللي تاثر فعلا نفسيا وجسديا ومعنويا وماديا، هن اكثر شيء متاثرين كانوا النساء والاطفال. Thank you.